رحبت مصر بقرار المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي اعتماد ترشيح خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة التربية والعلوم والثقافة اليونسكو. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الاعتماد يمثل دعما هاما للترشيح المصري، لا سيما بعد اعتماده من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية العام الماضي، الأمر الذي يكفل دعم الكتلتين العربية والإفريقية للمرشح المصري.